السلام عليكم خوتي خواتاتي. اوا 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 ما نقول لكم في هذا الخليط للتذكير فقط للتذكير فقط خوتي خواتاتي. هذا لاكريم اللي انايا وجدتها بيديا وجاو الناس داوها من عندي. جيت نقول لكم بين ما راها يعني عملوها غير مره عملوها غير مرة واحدة وغادي تشوفوا ترطيب تغذية محاربة تجاعيد توحيد اللون وكذلك يعني العنق ديالك كيبقى شاد لك بحال واحد البنت عندها 30 عام وعشرين عام ولا 30 عام. هاد المكونات اللي عندنا هنايا غادي خوتي خواتاتي. هنا عندنا لا فيتامين او، هنا عندنا لا فيتامين او، هنا عندنا لويل دو كوكو فيرج، هنا عندنا لا لوي فيرا، وهنا عندنا زيت ارغان اللي هي يا ديال البشره ماشي زيت ارغان ديال الطبخ. وهنا عندنا خوتي خواتاتي كنت قسمتها معكم عدة مرات اون كريم اللي هي ليها كتر من 40 عام ولا 50 عام كيديوها الناس ديال التجاعيد ديال التجاعيد. غادي هاد المكونات نخلطهم بكل حاجة غادي نخلطها الا وغادي نقول لكم شحال ديال المقدار عملت من كل حاجة. تيقو بيا تيقو بيا ماشي الاشهار. لو كان تعرفوا الكريمات اللي عندي، لو كان نعرفكم فين كتسكنوا، لو كان تعرفوني فين كنسكن، تجيو تاخذوا الكريمات ديال لا اود غام لا اود غام. ولكن ملي وليت كنعمل انا هاد لا كريم في الليل البنات، ملي وليت كنعمل هاد لا كريم لليلي تيقو بيا لقيت واحد الفرق ما بين يعني اون كريم اللي فيها لا لوي فيرا، الويل دارغون، الويل دو كوكو، لا فيتامين او، وفيها هاد لا كريم اللي هي يا ليها كثر من 60 سنه البنات وباقي الناس الان كيدوها من عندنا. غادي نخلط هاد المقادير كلهم وغادي نرجع لكم. خوتي خواتاتي هنايا كيف كتشوفوا باش نعطيكم المقادير عملت جوج ديال المعالق ديال لالوي فيرا. لالوي فيرا الصبار اللي هو يا بيو 99% لالوي فيرا. عملت خوتي خواتاتي اون كابسول ديال لا فيتامين او، لا فيتامين او عملت الكابسول كلها هنايا راها خاويه عملتها هنايا. عملت وكذلك هاد الترطيب اللي هو كيحارب التجاعيد ليه كثر من 50 سنه هادي والناس باقيين كيجيو يديوه. عملت منه معلقه ديال الصوبه عامره. عملت خوتي خواتاتي الزيت ديال الارغان اللي ما عندوش ديك المره انا نسمت يعني باش تكون عندي واحد ريحه في لاكريم ديالي عملت الزيت ديال الورد. ومن بعد ملي تقاد لي الزيت ديال الورد على ود الناس كيجيو يدوهم من عندي دزت الزيت ديال لابريكو. الزيت ديال لابريكو وكذلك خوتي خواتاتي مشات حتى هيايا. اذا عندي الزيت ديال ارغان ولكن كنقول لكم هاد الوصفه لليل. اذا خوتي خواتاتي عطيتكم المقادير غادي بالاخص تاخذوا واحد المعلقه هكا. ما تنساوش راني عملت يعني هذا الغطاء ديالها. ما تنساوش راني عملت لويل دو كوكو فيرج، لويل دو كوكو فيرج هنايا نخليوها حاضره معانا. لويل دو كوكو فيرج هذا الغطاء ديالها خوتي خواتاتي. ملي غادي نتخلطوها مع بعضياتها هكا ما غاديينش يبانوا لكم بين ما مخلطين مع بعضياتهم. غادي تغطيوهم وغادي تخليوهم في الحمام يعني في المطبخ لغد ليه غادي تحركيهم
يعني بهاد المعلقه اللي انا عاملاها ديال البلاستيك ولا معلقه ديال العود، غادي تحركيهم غادي تحصلي على الخليط ديال اون كريم اللي هي يا اش نقول لكم البنات، ندوي لكم عليها حتى نعيا. اون كريم اللي ملي اكتشفتها ما بقيتش بغيت نفارقها، يعني فين ما كيجيو يديوها من عندي كنعاود يعني كنعاود وحده اخرى. المقادير قلتهم لكم، عندنا الويل دو كوكو، عندنا لو جيل ديال لالويفيرا، عندنا الويل دارغون حتى هو يا جميل للبشره، عندنا هاد لا كريم اللي هي يا يعني تمشيو للصيدليات وتاخذوها، عندنا لا فيتامين او اللي عملت ان بلاكيت اونتيير، وعندنا خوتي خواتاتي كيف قلت لكم وقيله قلتها الويل دو كوكو. هادشي كلشي كنخلطوه مع بعضياتنا، في الاول غيبانوا لك ما تخلطوش مع بعضياتهم، ولكن ملي غادي يباتوا في المطبخ الكريمات كيبداو يتلاقاو مع بعضياتهم، كيبداو يعطيو الخليط اللي هو يا غادي تنسجم لا لويفيرا، الويل دارغون، الويل دو كوكو، لا فيتامين او، وهاد لا كريم اللي هي ديال التجاعيد. كنتمنى خوتي خواتاتي هاد الوصفه تكون بالليل، واللي كنطلب منكم وهو عملوها يعني كتجربه، عملوها كتجربه، ولا بقيتوا تفاقتوا عليها هانتوما وها انايا، عملوها كتجربه. خوتي خواتاتي اللي هما يا كيعرفوني ولا قراب ليا ولا يعني كيشوفوني وبغاو هاد الوصفه نصوبها لهم بيديا ويعني ببلاش، ما ناخذ منهم والو، نبغيهم غير يعملوها في الليل البشره ديالهم، اليدين ديالهم وكذلك. وملي تعمليها في البشره ديالتك اختي العزيزه غادي تبقاي تخدميها بيدك مزيان في البشره ديالتك، حتى غادي تدخل لك في البشره ديالتك كلها، غير في الجبهه وكذلك ومثال، غادي تمصي الجبهه حتى غادي تشرب هاد لا كريم اللي هي يا كريم ليلي، وفي الصباح ان شاء الله نغسلو البشره ديالتنا ونعملو الوقايه الشمسيه ليكرون توتال اللي هو كيوالم لكم البشره ديالتكم. ان شاء الله غادي نعمل لكم ليكرون توتال اللي ديال البشره الجافه والدهنيه والمختلطه، غادي نجيبهم ان شاء الله من الصيدليه وغادي غير نوريهم لكم، وباش نوريكم على ود كنشوف الناس كيدخلوا الصيدليه وكياخذوا الوقايه الشمسيه اللي هي ما كتوالمش البشره ديالتهم، وما كيسقسيوش وما كيسولوش، اذا كيمشيو لاكيس كيخلصوا وكيعطيو البشره ديالتهم داك الشيء اللي هي ما محتاجاش ليه. الا كانت عندها بشره جافه وعطات ايكرون توتال اللي هو يا ايكرون توتال، مثلا انا كنعمل الوقايه الشمسيه اللي فيها لو فون دو تان، اللي فيها لو فون دو تان، على ود عندي البشره جافه كناخذ بحساب البشره جافه، اللي عنده البشره دهنيه ياخذ بحساب البشره الدهنيه، اللي عنده مختلطه وكذلك. لهذا خوتي خواتاتي كنتمنى تبارطاجيو هاد اللايف، وكيف كتشوفوا المعلقه الكبيره جوج معالق ديال لالوي فيرا، جوج معالق ديال هاد لا كريم اللي هي يا ديال التجاعيد، جوج ان كابسول ديال لا فيتامين او، جوج معالق صغار خوتي خواتاتي ديال الزيت ديال ارغان اللي هي فيرج، يعني اختصاصيه للبشره ماشي ديال الطياب. كنتمنى هاد الفيديو تعجبكم، وغادي نحط لكم فيديو دابا
التهدين اعصاب غادي تشوفوها في لا فيديو اللي غادي تدخلكم في القناه الثانيه ان شاء الله، اللي تهي فيها يعني جمال المراه، فيها كل ما كيعني المراه بالجمال ديالها، بالاناقه ديالها، يعني تكون مرتاحة في ذاتها، ما تكونش ستريسي، ما تكونش عصبية. غادي تدخلكم لفيديو في القناة الثانية. كنقول لكم أحبكم في الله، ما تنسوش تعملوا له بارتاج، تضموا لهاد القناة وتعملوا اشتراك للقناة. ما جبتش لكم الحوايج اللي غادي نعمل بهم الإشهار للصيدلية، جبت لكم حوايج اللي هما بسطاء، اللي في جميع البيوت غادي نلقاو حاجه كاينه وحاجه ما كايناش. ولكن الا شريتوا هاد الحوايج عرفوا بما عندكم مده ديال سنه، وهاد يعني هاد لاكريم اللي هي يا لليل فقط، اللي هي غادي تستغربوا ملي تبداو تمسيو في الوجه ديالكم وفي العنق ديالكم وفي اليدين ديالكم. احبكم في الله، لو بارطاج، تعاليق، وما تنسوناش ما تنسوناش ما تنسوناش، هذاك الشيء هو اللي كيدعمنا وكيجعلنا نبارطاجيو معكم، وهو تعملوا لينا لي لايك لي لايك لي لايك، لي كومونتير لي كومونتير، تنحماق على التعاليق السلبيه ولا ايجابيه، كنحماق على التعاليق. خوتي خواتاتي، احبكم في الله، والسلام عليكم.